قال متى الرسول: لما رأى يسوع الجموع صعد إلى الجبل وجلس، فدنا منه تلاميذه وفتح فاه يعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للودعاء لأنهم سيرثون الأرض، طوبى للحزانة لأنهم سيعزون، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم سيشبعون، طوبى للرحماء لأنهم سيرحمون، طوبى لأنقياء القلوب لأنهم سيعاينون الله، طوبى لفاعلي السلام لأنهم سيدعون أبناء الله، طوبى للمضطهدين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وافتروا عليكم كل سوء من أجله. افرحوا وابتهجوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فهكذا اضطهدوا الأنبياء من قبلكم. حقا والأمان لجميعكم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. افرحوا وابتهجوا. نحن عم نتذكر بهذا الأسبوع الأبرار والصديقين، والأبرار والصديقين هي كلمة مرادفة للقديسين يلي هن يعني موجودين عند ربنا، لكل الأشخاص يلي عاشوا على الأرض بالبر بالصدق بالاستقامة بحسب إرادة الرب وانتقلوا تعيشوا بالسماء بالقداسة بالفرح. مش كل الناس يلي الكنيسة أعلنتهم قديسين بس قديسين، أبرار والصديقين هن كل هالناس مثل ما نقول عايشوا بهال حسب تطويبات الرب وتقدسوا، وكلنا مدعوين تنصير قديسين. افرحوا وابتهجوا، هيك بيقلنا الرب إذا عشنا حسب. وكلمة طوبة يلي هلأ سمعناها بالإنجيل معناتها سعيد مسرور هالإنسان يلي بيعيش بهيدا الشكل. بابا فرانسيس عملنا رسالة بسنة 2019 عنوانها افرحوا وابتهجوا، هالكلمتين اللي سمعناهم هون بالإنجيل، وبيدعينا كلنا بأن كلنا مدعوين نصير قديسين، كلنا مدعوين يعني نفرح ونبتهج يوما ما عند ربنا بالسماء، وبأن كل هالقديسين يلي حولنا اللي عاشوا معنا هودي بيشجعونا تنصير قديسين. وبيقول بهالرسالة كل إنسان بحياته حتى البسيطة ببوادر كتير بسيطة بيصير قديس. وبالفصل الثالث بيحطه بعنوان على نور المعلم، بيحكي عن هودي التطويبات. أنا بدي أمرق هلأ بسرعة على هالثمان تطويبات يلي يسوع المسيح بيقلنا إياهن، وهن طريق لإلنا للسعادة، طريق لإلنا للقداسة للسماء. يعني أول تطويبة بيقلنا بيصير قديس سعيد هو الإنسان يلي بيعيش فقير، وبيقلنا منوي الفقير. اليوم كل إنسان بيسعى يأمن حاله بثروة معينة، بتقولوا لي هلأ أبونا مع اللي صار بالبنوك يبقاش حدا عنده ثروة، مظبوط، لكن ما يخلي قلبه الإنسان معلق بكنوز الأرض. وبيعطينا المسيح بالإنجيل مثل الغني الجاهل يلي هدم الأهراء وعمر أكبر منا تيأمن على حاله، وقال له الرب في هذه الليلة تؤخذ منك نفسك. كأنه المسيح عم بيقلنا، بيقول البابا كأنه المسيح عم بيقلنا الفقير بالأمور الأرضية لكن غني بالله، هيدا هو القديس، هيدا هو البار الصديق. ما تعلقوا قلبكم بأمور الأرض بكنوز الأرض. تاني تطويبة بيقلنا طوبة للودعاء. نحن عايشين بيقول بابا بعالم في كتير من العداوات والمشاجرات والخصامات والكبرياء والغرور. يسوع المسيح قالنا تعلموا مني أنا وديع
ومتواضع القلب فتجد راحة لنفوسكم. يسوع بيعلمنا نعرف نغلب العداوة بالصداقة، هيدي هي الوداعة. ها أنا أرسلكم، قال لهم يسوع للتلاميذ، كالخراف بين الذئاب. الخروف الحيوان الأليف بيدعي ربنا الرسل تيروضوا هالذئاب، هيدا القلب الوديع اللي بيروض الذئاب. وهيك بيكون كل إنسان قديس يلي بيخفف الغضب والخصومة والإساءة وبيغلب بالعالم الشر، بيغلبه بالخير. تالي التطويبة بيقلنا طوبى للحزانة فإنهم يعزون. أكيد مش عم بيقلنا يسوع روحوا عيشوا بالحزن، روحوا عيشوا بالبكاء بالتعاسة، لا، عم بيقلنا يسوع وعو مظبوط إنه الحياة فيها صليب. مش كل يوم الحياة بتحملنا السعادة والفرح، في كتير أمور ممكن بالحياة اللي هي بشكل صليب حاضر معنا. نيال الإنسان اللي بيعرف يحمل صليبه بيتعزى سعيد، بيتقدس هو الإنسان اللي بيعرف يصبر بالضيقات والمشقات وبيحمل صليبه كل يوم وبيتبع يسوع المسيح. رابع تطويبة بأن طوبى للجياع والعطاش إلى البر، بأن البابا للأسف هذا العالم في كتير ناس دمجته مع الفساد والصفقات والظلم، بطل فيه موجود هالبرارة وهالصدق. نيال الإنسان سعيد قديس هو الإنسان يلي بيحقق إرادة الله، يلي بيرغب الوصول إلى الكمال، هيدا هو يلي بيجوع إلى البر تيعيش حسب إرادة الرب. خامس تطويبة بأن طوبى للودعاء، طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. يعني عم بيقلنا سعيد وقديس هو الإنسان يلي بيعرف ينبض قلبه مع قلب خيو الإنسان، يلي بيعرف يرحم ويساعد خيو الإنسان. بارح قرينا إنجيل متى الفصل 25، أن المسيح كنت جائعا أطعمتموني، كنت عطشانا سقيتموني، كنت بردانا، كنت غريبا، كنت سجينا، كنت مريضا، خدمتموني. هودي بتسميناهم الكنيسة أعمال الرحمة، والإنسان يلي بيعيش هالرحمة مع خيو الإنسان هيدا اللي بيصير قديس، هيدا اللي بيعيش بالبر وصداقة الرب. سادس تطويبة بأن طوبى لأنقياء القلوب، القلب النقي، الفكر النقي، الضمير النقي، النوايا النقية السليمة، هيدا هو الإنسان يلي بيشوف الرب، هيدا هو الإنسان يلي بيعيش دايما مع الرب. هالإنسان يلي بقلبه ما في إلا النية الطيبة، النية صافية، هيدا هو يلي بيعاين بيشوف الرب، هيدا الإنسان يلي بيصير قديس، يلي بيشيل من قلبه كل شر، كل نية سيئة، بيزرع بقلبه فقط المحبة. النية السابعة، التطويب السابعة بقلنا طوبى لصانعي سلام. بيقول البابا في كتير بالعالم خصامات ومنازعات وسوء تفاهم، وفي كتير أشخاص أعداء السلام، بدل ما يزرعوا سلام بيزرعوا هالنزاع. هل بيدعينا المسيح تنكون صانعي سلام، تنزرع المصالحة بين الناس، تنقرب قلوب الناس لبعضهم، تنبني جسور بين الإنسان والإنسان. مار فرانسيس الأسيزي عنده صلاته الشهيرة، يا رب اجعلني أداة لسلامك، أضع الحب حيث البغض، أضع الفرح حيث الحزن، أضع النور حيث الظلام. هيك بيصير الإنسان صانع سلام، هيك بيتقدس الإنسان. والتطويب الأخيرة طوبى للمضطهدين من أجل البر، بأن يسوع مش عطول الإنسان رح يلاقي بالدنيا الناس اللي تمشي معه، رح يلاقي كتير معاكسات لإله، رح يلاقي كتير الناس عندها مصلحتها هي الخاصة تضطهد الآخر. سعيد هو قديس هو الإنسان يلي رغم كل الافتراءات اللي بتجيه، كل الأكاذيب، كل الناس اللي بتتعرض لإله، هو بيثبت
على طريقه مع الرب. بدي أختم بجملتين بيقولن بابا فرانسيس بهالإرشاد الرسولي، بيقولنا أن نقبل كل يوم طريق الإنجيل حتى لو سبب لنا مشاكل أو اعتراضات، تلك هي القداسة. أيام كتير يروح العالم منطق الناس مش مثل منطق الله. منطق العالم بأن اكتنز أمور كتيرة، منطق العالم بأن إلا أن تكن ذئبا بتاكلك الذئاب، منطق العالم بأن سبوت حالك مثل ما بدك. يسوع المسيح بأن طوبى للودعاء، طوبى للفقراء، طوبى للمسالمين. هيدا صوت الرب بناديلا لإله. وآخر جملة بدي أقول للبابا، بيقول بهالإرشاد الرسولي جملة بيخدها من أديب فرنسي ليون بلوا، بيقول لا أعرف في الحياة سوى حزنا واحدا، وهو أن لا نكون قديسين. يعني كأنه عم بيقولنا ما في شيء بالدنيا بيزعل، ما في شيء بالدنيا بيتعب الإنسان أو بيحرز يركض وراء الإنسان غير أنه يصير قديس. إذا عم نحتفل نحن بهالأسبوع بالأبرار بالصديقين بكل هالناس اللي تقدسوا، هو هيدا حتى أكيد نشكر ربنا عليهم، وهيدا نداء لنا تنحنا كمان نسعى بحياتنا نكون بين الأبرار والصديقين ونصير قديسين. أمين.